الأموال التي تصرف على وزارة الكهرباء والتي تستهلك الكثير، وذكرت أنها كبيرة جدا وهي تقريبا من أعلى الوزارات هدرا للأموال. هل التكاليف التي تصرف على الكهرباء سنويا ستقلل بعض اللجوء إلى تنوع مصادر الطاقة؟ تحياتي إلى أستاذي البروفيسور الياسري، مشتاقين دكتور. الحقيقة المبالغ اللي تصرف على الكهرباء هي هاي راح تكون ضمن الموجودات الثابتة، بس احنا الصرف على الكهرباء بيتم على الحقيقة 70% هو أجور تشغيلية مو استثمارية. هاي الأجور التشغيلية الحقيقة كرواتب و يعني كذلك صيانات وغيرها، بس المشاريع الثابته الربط الخليجي والربط الاردني والربط التركي، احنا ليش ناقصين الحقيقه الربط مع تركيا؟ عندنا 500 ميجا وات والخطوط كامله، فقط المشكله بيننا وبين تركيا على التسعيره. مع الجانب الاردني تم الاتفاق على التسعيره وعلى كل الفاونديشن وعلى احنا سائرين لتحقيق 500 ميجا وات مع 500 ميجا وات يعني تكفي لمثلا اضرب لك مثل في بغداد تشتري للسراجه يعني سراجه في الاحياء المجاوره تكفينا 500 ميجا وات. احنا بالعراق عندنا الولادات كل سنه عندنا 40 مليون 42 او 43 ولادات كل سنه عندنا مليون مولود. في حسابات الكهربائيه التقنيه كل مولود جديد يحتاج ربع كيلو، يعني احنا كل سنه راح نحتاج محطه 250 ميجا وات. تخيل يعني معناها نبقى نتمنى في المحطات. دول العالم المتقدمة السويد النرويج فرنسا كل سنة الزيادات عندهم ما تتجاوز 1% أو 2%، وبعض الدول تقلل استهلاك. ليش؟ لأن يستخدمون مصادر الطاقة. بس أكمل الفكرة. يستخدمون حقيقة الطاقة المتجددة. إحنا بالعراق نسبة الزيادة سنويا من 10 إلى 15 دولة بالعالم أكبر، وعلى مسؤوليتي أكبر دولة في زيادة استهلاك الكهرباء بالعالم. ليش؟ العراق أكبر دولة في زيادة مو في استهلاك الكهرباء، في زيادة استهلاك الكهرباء عالميا. ليش؟ لأن الزيادة العالمية كلها ما تتجاوز 5%، بينما الزيادات اللي تصير بالعراق من 10 إلى 15% بسبب العشوائيات، بسبب فقد الشبكات في قطاع التوزيع، بسبب المحافظة الحقيقة يعني من تتدخل بعض الأحزاب والكيانات في قطاع التوزيع والمحسوبيات على المخطط. يعني أنا عندي عشوائيات هي أحمال غير مخطط، هم ناس عراقيين يحتاجون لحياة كريمة، لازم أحل مشكلة استهلاك العشوائيات. العشوائيات 30% من الشبكة الوطنية العراقية، إذا العراق يستهلك 40 ألف ميجا وات مثل ما قال الأستاذ الياسري، بعد التقنين والسيطرة على التوزيع كونوا على التقنين. في حمل الذروة العراق ما يستهلك 30,000 ميجا وات، يعني عندنا احنا ضياعات 12,000 ميجا وات من الشبكة. ثاني لازم اثبت الاستهلاك، يلا اتحرك. انا الاستهلاك ما اثبته لان الاستهلاك عندي اغلب عشوائي، فلذلك وزارة الكهرباء الانبوت مالتها الانكم مالتها من جباية الكهرباء ما يتجاوز 20 إلى 30%، بينما ماكو دولة من دول العالم كلها سواء الجيران أو أي دولة أجنبية مو مثل العراق، لا بالضياعات ولا بجباية الكهرباء. نعم. طيب سيدة عبد الكاظم، يعني كما تحدث